السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. وبعد، فيقول الإمام العالم العلامة صاحب سفينة النجا سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه: شروط الصلاة ثمانية: الطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، واجتناب المبطلات. فهنا رحمه الله ذكر شروط صحة الصلاة، لكنه لم يذكر شروط وجوب الصلاة. وقد ذكر العلماء أيضا شروط وجوب الصلاة، فنصوا على أنها الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة. وهنا اكتفى بشروط الصحة ولم يذكر شروط الوجوب، إما لوضوحها أو لأن شروط الوجوب لا تختص بها بل تكون لها أو لغيرها. ويمكن أن يقال بأنه قد تقدم ذكر لها إجمالا في ذكر شروط الوضوء العشرة، فتقدم ذكر لها. وشرط الوجوب هو ما ذكره سيدي عبد الله في مراقيه بقوله: شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل الأدى، وعدم الغفلة والنوم بدا، عدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد، بالفعل منه الطهر يستفاد، والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزه للاتفاق وجدا. وهنا ذكر رحمه الله شروط صحة الصلاة، فقال: شروط الصلاة ثمانية: الطهارة عن الحدثين، أي الطهارة عن الحدثين إن قدر على ذلك، هذا شرط لصحة الصلاة. أما إذا لم يقدر على ذلك بأن كان فاقدا للطهورين، فإنه تجب عليه الصلاة مع وجوب القضاء مع وجوب الإعادة. الطهارة عن الحدثين، فلو صلى ناسيا للحدث، إما الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فإنه يثاب على قصده ولا يثاب على فعله. نعم، إذا كان حدثه أصغر فإنه يثاب على قراءة القرآن التي قرأها في الصلاة، ولكن إذا كان حدثه أكبر فإنه لا يثاب حتى على قراءة القرآن، لأن صاحب الحدث الأكبر لا تصح له قراءة القرآن. إذن الشرط الأول هو الطهارة عن الحدثين، والشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. الطهارة عن النجاسة إذا كان غير معفو عنها، إذا كانت غير معفو عنها في الثوب، معنى ما محموله ولو وكذا ما تحرك بحركته وما كان ملاقيا له في الثوب، والبدن ويشمل داخل الأنف وداخل العين وداخل الفم، في الثوب والبدن والمكان، كذلك المكان ألا يلاقي نجاسة أثناء صلاته. ويقولون إن النجاسة تنقسم إلى أربعة أقسام: نجاسة غير معفو عنها في ثوب ولا ماء، وهي أكثر النجاسات، ونجاسة معفو عنها في الماء والثوب، وهي التي لا يدركها الطرف المعتدل، ونجاسة معفو عنها في الثوب وغير معفو عنها في الماء، وهو الدم اليسير، ونجاسة معفو عنها في الماء وغير معفو عنها في الثوب، وهو الميتة التي لا دم لها سائل مثل القمل. إذن الطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. ثم ذكر رحمه الله ستر العورة، كذلك ستر العورة بجرم طاهر مغط للون البشرة فلا ترى، فلا يعرف بياضها من سوادها من قادر على ذلك، فهذه ستر العورة. والعورة هي في اللغة النقص، والمراد بستر العورة من أعلى الثوب وجوانبه، لا من أسفله، معنى من ذيل الإنسان. وهذا بخلاف ما جاء أو ما يعرف في مسح الخفين، فإنه يجب تغطية الأعالي، يجب تغطية الأسافل والجوانب، لكن لا يجب في خفين تغطية الأعالي. فيمكن لو نظر إلى خفه من أعلاه وراء قدمه لا يضر، لكن في العورة لو أن إنسانا نظر من أعلى ثوبه بحيث إذا ركع
ونظر بعينه لا رأى عورته، فإنه لا تصح صلاته، ويكون كأنه غير ساتر للعورة. إذن في العورة يجب ستر الأعالي والجوانب، وفي الخفين يجب ستر الأسافل والجوانب وليس الأعالي. كذلك في ستر في الخفين يجب وجود الحائل فقط ولا يؤثر كون البشرة ترى، لكن في ستر العورة لا بد من منع الرؤية، لا بد من منع الرؤية، وليس أن فلا مانع لو أن الثوب ستر وكان الماء يصل إلى البشرة، لا إشكال في ذلك، لأن العبرة في الصلاة هي ستر لون البشرة. إذن وستر العورة. وأفضل شيء يقولون هو الإزار، القميص مع السراويل، ثم القميص مع الإزار، ثم الرداء، وستر العورة. واستقبال القبلة كذلك من شروط الصلاة، استقبال القبلة بأن يستقبل عينها يقينا إذا كان قريبا، وظنا إذا كان بعيدا، وليس المراد الجهة على الصحيح. فإذا كان قائما أو كان قاعدا فإنه يستقبلها بصدره لا بوجهه، الوجه لا 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 يؤثر لو غفل وجهه، لكن الذي يؤثر لو التفت بصدره عن القبلة فإن صلاته تبطل. فالاستقبال يكون بالصدر بالنسبة للقائم والقاعد، أما بالنسبة للراكع فبمعظم بدنه والساجد، وأما بالنسبة للمضطجع فببعض بدنه وبوجهه، وأما بالنسبة للمستلقي فبوجهه وبعض بدنه وأخمصيه. ولهذا في تفسير الكلب لقوله صل لربك وانحر، أي استقبل بنحرك، هكذا يقول الكلب. إذن واستقبال القبلة. والقبلة قد تترك في بعض المواطن، قد تترك القبلة، لا يجب استقبال القبلة في شدة الخوف عند التحام الصفوف في المعركة، وكذلك في نفل السفر المباح. فبالنسبة للراكب فإنه يستقبل إذا استطاع، إذا لم يستطع فإنه لا يستقبل. أما الماشي فإنه يستقبل في حال الإحرام وفي حال الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ولا يستقبل في حالة القيام والاعتدال والتشهد والسلام. ثم إن مراتب القبلة، بمعرفة القبلة مراتبها لها أربع مراتب: الأول أن يعلم بنفسه برؤيته، الثاني بخبر ثقته، الثالث باجتهاد بأن يجتهد، هناك أدلة اجتهاد أقواها القطب وأضعفها الريح، الرابع أن يقلد، الرابع التقليد. وقال الطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة واستقبال القبلة، ثم دخول الوقت. من شروط الصلاة دخول الوقت، أن يتيقن دخول الوقت أو أن يظن دخول الوقت. فإذا صلى بدون اجتهاد لمعرفة الوقت فلا تصح صلاته ولو صادف الوقت، ولو صادف الوقت. لكن لو اجتهد في معرفة دخول الوقت وصلى ثم بان له أنه صلى في غير الوقت، ننظر هل له فائتة من جنس هذه الصلاة أم لا. فإن كانت له فائتة من جنس هذه الصلاة كفت وأجزأت عنها، وإن لم تكن له فائتة من جنس هذه الصلاة نعدها نفلا مطلقا. لو أن إنسانا صلى سنة صلاة الفجر وهو يجتهد ويظن أن الوقت قد دخل، ثم بان له بعد هذه السنة أنه كان يصلي قبل دخول الوقت، ماذا نقول؟ نقول أن صلاته هذه السنة كلها صحيحة، ويعتبر كل يوم هو يجزئ عن اليوم الأول، يغني عن اليوم الأول، لكن اليوم الأول فقط تعد نفلا مطلقا لأنه ليس هناك فائتة قبله، فيقضي أو فيصلي فجرا أو صبحا واحدا. إذن دخول الوقت، ثم بعد هكذا هو دخول الوقت، ثم بعد ذلك كيف يعرف دخول الوقت أو ما هي مراتب معرفة دخول الوقت. الأول العلم به بنفسه أو بإخبار ثقة أم معاينة أو برؤية الساعات المجربة أو بالإبرة لعارف، بيت الإبرة لعارف، وكذلك المؤذن الثقة. الأمر الثاني أو الرتبة الثانية الاجتهاد بورد أو بدرس أو مطالعة أو صياح ديك أو حمار مثلا إذا كان مجرب يعني. والثالث
التقليد. الثاني التقليد بالنسبة للأعمى أو الذي لا يستطيع الاجتهاد، وهو الذي الأعمى لأنه لا يستطيع الاجتهاد للعجز بذلك. بقي عليه بعد دخول الوقت العلم بالفرضية، لا بد أن يعلم فرضية الصلاة، لكن بعضهم انتقد هذا الشرط وقال على أنه أصلا لا يجب عليه إلا إذا علم فرضيتها، فهذا يستوي فيه العامي وغيره، وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، إما بأن يعتقدها جميعا فروضا أو يعتقد بعضها سنن وبعضها فروض، سواء في حق العامي أو في غيره، لكن هذا عند مذهب ابن حجر لا فرق بين العامي وغيره. وأما عند الرملي فإن كان عاميا يغتفر له ذلك، وأما إن كان عالما بأن مارس كتب الفقه حتى فرق بين الفرض وبين السنة فلا يجوز له ذلك. ولا يعتقد فرضا من فروضها سنة، واجتناب المبطلات كذلك من شروط الصلاة أن يجتنب المبطلات كتطويل الركن القصير أو كل ما يبطل الصلاة مما سيأتي في مبطلات الصلاة. ثم قال رحمه الله: الأحداث اثنان، أصغر والأكبر. الأصغر ما أوجب الوضوء، الأكبر ما أوجب الغسل. الأحداث جمع حدث، والحدث لغة الأمر الحالي، واصطلاحا أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وأما أقسامه فهو ينقسم إلى حدث أصغر وحدث أكبر. فما أوجب الوضوء هذا يسمى حدث أصغر، أي نواقض الوضوء التي مرت علينا. وما أوجب الغسل وهي موجبات الغسل هذا يسمى حدث أكبر. وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: حدث أصغر وأوسط وأكبر. واستند في ذلك إلى كثرة ما يحرم بالحدث، فقال إن الأصغر هو ما أوجب الوضوء ويسمى أصغر لأن ما يحرم به قليل. ثم قال بعده: حدث أوسط وهو حدث الجنابة، فسماه حدث أوسط لأن ما يحرم به أكثر مما يحرم بالحدث أصغر وأقل مما يحرم بالحيض. وقال: حدث أكبر هو حدث الحيض لأن ما يحرم به أكثر مما يحرم بالجنابة وأكثر مما يحرم بحدث الأصغر. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.